بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في رسالة جديدة بتجمعنا بيكم، بنتعلم منها، بنستثمر الفرص، بنعرف ديننا الحنيف وتعاليمه الحنيفة من علمائنا، من علماء الأزهر الشريف. رسالة النهاردة رسالة عظيمة، لأنه إحنا لازم نستغل ونستثمر كل فرصة في حياتنا، فرصة أن إحنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. شهر رجب شهر يعني زي ما قلنا في حلقتنا أنه في أشهر مش أشهر حرم، يعني أشهر عظيمة أن إحنا نستعد فيها لشهر رمضان الكريم، شهر رجب وفضله والخير اللي فيه زي ممكن نستثمره. هنعرفه النهارده من دكتور مصطفى العكريشي من علماء الازهر الشريف. اهلا بيك دكتور مصطفى. كل لحظه حضرتك طيبه، ربنا يجبر بخاطرك يا رب، وايام مباركه علينا ان شاء الله يا رب. اللهم امين. وشهر رجب يعني حتى في الموروثات الشعبيه والثقافيه يقول لك رجب وطلعت رجب ونصف رجب، وفي احداث حصلت في شهر رجب، وطبعا رحله الاسراء والمعراج واحداث كتيره جدا ورسالات فيها، يعني الحدث اللي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام أو التعاليم الإسلامية الدينية اللي بنشوفها في شهر رجب فيها رسائل كتيرة جدا. أهمية شهر رجب وفضله وعظيم أجره، لأنه فيها أكيد بتكثر الطاعات والخيرات، لو نعرفها النهاردة لمشاهدينا. الحمد لله الذي رفع عن عباده الحرج والمشقة وأمر بإعطاء كل ذي حق حقه وأن يؤدى إليه بكل أمانة ودقة، والصلاة والسلام على الذي من نوره أضاءت جبال مكة. من أين يا ريح الصبا هذا شذا؟ إن كان من عند النبي فحبذا. صلوا عليه لتنعموا بشفاعة، إن الشفاعة إن أردتم هكذا. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رب العزة سبحانه وتعالى أن الزمان قد استدار كهيئته، وأن الله سبحانه وتعالى فضل الرسل بعضهم على بعض ومنهم سيدنا النبي، وفضل الملائكة بعضهم على بعض ومنهم جبريل، وفضل الليالي بعضها على بعض وفيها ليلة القدر، وفضل الأيام بعضها على بعض ومنها يوم الجمعة، وفضل الأشهر بعضها على بعض وفيها رمضان ورجب وشعبان وفيها الأشهر الحرم. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة التي نزلت في شهر رجب، سورة التوبة في غزوة تبوك حتى كمان مرتبطة بها التوبة، واخد بال حضرتك من الاسم يا أستاذ ميادة؟ التوبة، يعني كل واحد في شهر رجب يلزمه إيه؟ توبة، أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تؤوب إليه وأن ترجع إليه وأن تنيب إليه. كل ده استعداد لشهر رمضان. يعني إحنا ربنا سبحانه وتعالى أعطانا الفرصة أن نعيش إلى الآن. يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. انت كلك على بعضك ايه؟ زمن، لو ما استغلتوش خلاص ذهب بعضك، خلصت. اوعى الايام تدور عليك انها كلها زي بعضها، والله ابدا. ان لربكم في ايام دهركم لنفحات، الا فتعرضوا لها لعل احدكم ان تصيبه نفحه فلا يشقى بعدها ابدا. الله، واحنا في نفحات شهر رجب الجميل اللي هو من الاشهر الحرم. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله على الآية الجميلة دي. عدد الشهور عند ربنا الهجرية 12 شهر، منها كام؟ 4 حرم، 3 سرد و1 فرد. الثلاثة السرد اللي هم وراء بعضهم ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وواحد فرد اللي هو شهر رجب، واحد بس. نعم. طيب ربنا سبحانه وتعالى جعلها حرام ليه؟ أو حرم فيها إيه؟ حرم الله سبحانه وتعالى فيها القتال. طب ليه حرم فيها القتال؟ إيه السبب؟ إيه الداعي؟ قول لنا السبب كده. السبب أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحقق الأمن والأمان لمن أراد الحج ولمن أراد العمرة. لمن أراد الحج، ربنا حقق له الأمان قبل الحج. الحج يبقى في شهر إيه؟ ذو الحجة، 10 ذو الحجة. إيه اللي قبل ذو الحجة؟ ذو القعدة. طب وإيه اللي بعد ذو الحجة؟ شهر الله المحرم. ربنا جعل، هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم
أن الجاهليين كان فيهم عصبية، كانوا فيهم عصبية كده ونحرارة كده وحاجة فظيعة، وكان فيهم قطعين طرق أيام زمان في الجاهلية قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب ربنا سبحانه وتعالى قال لا، لازم من يأتي إلي بيتي لابد أن أؤمنه. فربنا سبحانه وتعالى جعل له شهر أمان قبل الحج اللي هو شهر ذو القعدة، حرم فيه القتال، أخرج براحتك وروح حج براحتك ويمشي في الطريق وما تقلقش. يجي شهر ذو الحجة اللي فيه المناسك كلها، يؤدي حجه والدنيا تمام ومية مية. طب وعايز يروح بقى يرجع بلده، فربنا جعل له كمان القتال محرما في شهر الله المحرم. يبقى انت كده ربنا ضمن لك ايه؟ الامن. ربنا سبحانه وتعالى عايز حالك الامن والامان والطمانينه. طب اللي عايز العمره بقى، اللي عايز العمره في شهر رجب بقى، أيوه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرم فيه القتال، عشان ربنا يعينك على طاعته سبحانه وتعالى. الطاعه فضلت الدكتور، يعني خلينا نتكلم. حضرتك دلوقتي ذكرت امر مهم جدا، هو الامان، ايوه، والسلام النفسي. الله يفتح عليك. لانه احنا محتاجين، أيوة. طول الوقت احنا عندنا صراعات في حياتنا، شغل، البيت، المستقبل، وطول الوقت مدوشين بالحياه. لكن خلينا نتكلم بقى عن السلام النفسي، أيوة. والهدوء والأمان اللي احنا هنحرمه على نفسنا بقى. خلينا نحرم يعني البغضاء والعداوة ونقرب من السلام والهدوء والأمان النفسي بانك انت تعمل طاعات كتير، أيوة. تعمل خير كتير. ازاي ممكن الانسان يجاهد نفسه انه ممكن يقدر يأذي، ممكن يقدر يعمل الذنوب، ممكن يقدر حاجات يعملها حاجات شر كتير، لكن في شهر رجب تعالى نبدأ مع بعض احنا كل مشاهدينا النهارده ورسالة الخير ان احنا نبقى عندنا سلام نفسي وهدوء، ويساعدنا على ده ان احنا نعمل طاعات. طبعا. ايه هي شكل الطاعات اللي ممكن يصل الينا من خلالها السلام النفسي والهدوء ونتقرب الى الله من خلالها؟ كل واحد فينا يعني معلش معروف عند ربنا سبحانه وتعالى بحبه لشيء، وربنا سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الانفاق هنا مش معناه فلوس بس، لا، كل حاجه انت بتحبها. انت بتحب الامان، انفق الامان لغيرك برضه. حقاله السلام النفسي ده، حقاله انه يعيش في طمانينه، هو ده اللي اردت اكد عليه في المقدمه، ان ربنا سبحانه وتعالى اللي جعل الاشهر دي حرم عشان ربنا سبحانه وتعالى يريد لعباده ان يعيشوا في امان واطمئنان وسكينه. كل واحد فينا بيدور على راحه البال، صح؟ صحيح. وبخاصه النساء، يقول لك يا راحه البال فين واشتريها منين؟ لان دايما ست البيت او الست هي اللي شايله فوق دماغها كل حاجه، يعني هم الاولاد كل حاجه والمصاريف. لا ده كل حاجه، ده هي العمود. اه والله هي العمود والله. يعني ربنا يبارك في بنات المسلمين يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. يعني بجد والله يعني هم كبير وهم تقيل جدا، ويدوروا على راحه البال فين؟ راحه البال في فعل الخير. طيب خلينا بعد الفاصل، لانك حضرتك دايما بتقول انه ست البيت هي اللي بتشيل الحمل دايما، ومعها طبعا الأسرة كلها هي شايلها، بس هي النصيب الأكبر والله. هي مع شريك الحياة الرجل بيعينوا بعض على الطاعات. أيوة. خلينا نتكلم عن إن ممكن نساعد بعض إزاي على الطاعات بعد الفاصل فضيلة الدكتور. الفاصل ونعود. عدنا لحضراتكم من جديد وبنتكلم عن فضل شهر رجب وبتكتر فيه الطاعات. ليه؟ لانه اكيد الثواب مضاعف. فضيله الدكتور مصطفى العكريشي، اكيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا دعاء جميل جدا، بيقول اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو خدنا بالنا من الدعاء الجميل دوت، ربنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو بالبركه. دايما في الاله الحاسبه يا استاذه مياده نلاقي زرار للجمع وزرار للطرح وزرار للضرب وزرار للقسمه، لكن عمرك شفتي اله حاسبه فيها زرار للبركه؟ لا طبعا ابدا. ليه بقى؟ لأن ما تقدرش الآلات الحاسبة مهما تكون ذكائها إيه أو اخترعها مين تقدر تحسب البركة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيبعثها لك في الشهر الجميل ده بفعل الخير الجميل الخير. إن ممكن مؤسسة نبض الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى بتمدي لك إيد العون والمساعدة علشان خاطر تمد إيديك أنت راخر وتعمل معانا في شهر رجب الجميل الذي عطاؤه جزيل ولكن وزره ثقيل. خد بالك اما ربنا سبحانه وتعالى جعل لك الشهر ده ثوابه عظيم جدا 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 جدا، نفحات في الشهر الرائع ده، والتخاذل عن فعل الخير برضو وحش وكسل وحش ده برضو، يعني احنا مش عايزينه. ما احنا قلنا يا استاذه مياده انت ايه، ايام اذا ذهب يومك ذهب بعضك. لو فعل الخير فاتك، لا اوعى تخلي فعل الخير يفوتك. اوعى مثلا يعني مع نفسك كده ما تبخلش على اهاليك في الصعيد في المنيا، احنا بنشوف في حفر الابار. أيوة. الارتوازيه
في المنيا في صعيد مصر، اللهم اجعله صعيدا طيبا آمنا يا رب. اللهم آمين. والأمان بتوافر سبل الحياة. طبعا أهمها كريمة. أهمها إيه؟ المية. المية. في الجمهورية الجديدة اللي بيأسسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يا رب يبارك خطاه، ويعني أنا بدعي له بالبركة والله والسعادة في الشهر الجميل ده. وإيدينا على إيد بلدنا دكتور مصطفى، لأنه بجد أفسح المجال قدام مؤسسة المجتمع المدني إن إحنا نبقى يدا بيد. و2022 هو عامل مؤسسة المجتمع المدني، وإن شاء الله ربنا يقدرنا نقف جنب بلدنا، لأنه هم أهالينا اللي بيرتووا بالمية دي بمية نظيفة. الحمد لله. والآبار، أنا عايزة أتكلم مع حضرتك عن الحياة قبل ما يكون في بير ارتوازي موجود لأهالينا في الصعيد، لأن أنا وحضرتك وشيوخنا زرنا الأماكن، وفريق العمل زرنا الأماكن في بني سويف في صعيد مصر، بيبقوا فرحانين جدا إنه بقى عندهم مية، لأنه كانوا شايلين الهم قبل كده. وإحنا بنتكلم في شهر رجب وقد إيه الطاعات مفروض تكتر وثوابي بيكون مضاعف، فدي فرصة كبيرة النهاردة لمتبرعي نبض الحياة أهل الخير إنه هو لو يتبرع بالقليل علشان يوفر البير والمية النقية، لأنه في مياه معالجة هنا كمان. إحنا بعد حلقة من الحلقات الجميلة برنامج رسائل، لقيت إحدى السيدات اللي هي الممرضات الجميلة جدا جدا، لقيتها جاية للبيت والله وجايبة في إيديها تبرع. قلت لها أنا عايزة ده في سقي الماء. قلت لها إشمعنى يعني إيه اللي، قلت لها أنا سمعت الحلقة وعجبت جدا بسقي الماء، وإن أنت قلت إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي بشيء عظيم جدا، اللي هو لما سيدنا سعد بن أبي وقاص جاله وقال له ماتت أمي أفأتصدق عنها؟ قال نعم عليك بسقي الماء. فأنا عاوزة يعني يبقى لي نصيب كبير جدا، عاوزة ربنا يبارك لي في حياتي ويهدي لي زوجي وأولادي. قلت لها الله، إيه الجمال ده، أنت بتتقرب لربنا بحاجة عظيمة جدا جدا جدا. قالت له عايز أساعد أهالينا في الصعيد اللي هم يعني عند نفسهم يبقى عندهم بئر مياه جميلة جدا يشربوا منها ترويهم، ومن كل مرض في الطرمبات الحبشية بإذن الله تقيهم. هتشفيهم وبإذن الله يا أستاذة ميادة. بتقول لي بس أنا جاي ومحرجة. ليه؟ والله ليه؟ بتقول لي والله مبلغ على قدي ومسكها كده هو والله وقفل عليه. قلت لها على قدك؟ أقسم بالله أبدا، ده ربنا سبحانه وتعالى يعلم نيتك إيه، وربنا سبحانه وتعالى هيجازيك على نيتك ديت الحسنى وزيادة، حتى لو قليل، المهم إن هي نوت وتحركت وفعلت. أيوة، ما هو الإنسان ممكن ينوي بس، ما كلنا بننوي إن إحنا نعمل خير. ممكن الجنيه اللي يكون معها دكتور مصطفى هي حوشته بقالها سنة بتحاول تدخره من البيت، من مصروف البيت وحياتها هي وزوجها، ادخرت المبلغ القليل ده وطلعته. وفي ناس بيبقى معاها فلوس كتير جدا وما بتقدرش تعمل الفعل اللي عملته. ما هو القلوب بقى هنا، قلبها صافي، قلبها اتحرك. أيوة. وهي اتحركت كمان، لما قلبها اتحرك، ما هو المشكلة مشكلة قلوب، المشكلة مش مشكلة جيوب، ده المشكلة مشكلة قلوب. والله دي رسالة النهاردة بقى. خلينا ناخد من على يعني كلمات حضرتك انه المشكلة مش في انه في فلوس كتير ولا لا، لا لا لا، مش اللي مجعك في جيبك، القلب، المهم ان قلبك يتحرك. أيوة. ويطلع ولو البسيط من جيبك اللي تقدر عليه. ويعني في حتى يعني جمال كده يقولوا لنا علماءنا بقى في الازهر الشريف، يقولوا لنا ايه بقى؟ شوفي في شهر رجب الجميل ده، عش رجبا ترى عجبا. الله، عش رجبا نعيشه ازاي؟ نعيشه بفعل الخيرات، استغل كل لحظه فيه. اقول لحضرتك كل يوم في شهر رجب اعمل لنفسك كده صدقه، قول كده، قول مع نفسك كده باذن الله سبحانه وتعالى، كل يوم انا هعمل لنفسي صدقه. عارفه كل ده ليه؟ عشان انا بستعد لرمضان. في ناس في اول رمضان كده يا استاذه مياده، يعني ربنا سبحانه وتعالى في اول رمضان كده تلاقيه ماسك المصحف، بسم الله الرحمن الرحيم، واقرا انا هقرا خمس ختمات، الله اكبر في شهر رمضان ده انا هختم القران، وتلاقي وسائل المواصلات كله ماسك المصحف وقاعد بيقرا، وتلاقي الجوامع على اشدها، حتى ناس بتصلي بره المساجد. قال لا، ايه ده كله؟ اسبوع يعدي وتلاقي هوب الدنيا بتفطر شوي. ليه الدنيا بتفطر؟ لانك ما استعدتش صح في رجب. الصدقات كنت بكتر فيها في رمضان، اول 10 ايام كده عمال تطلع صدقات، واخر 10 ايام، طب والعشر اللي في النص مالهم دول؟ ما بتستغلش كل ده ليه؟ لانك ما عودتش نفسك في شهر رجب. الاستعداد في رجب امر مهم. الاستعداد في رجب طبعا. هقول لحضرتك حاجه. أيوة. عمرك شفت لاعب كوره بينزل الملعب، ارض الملعب، بينزل من غير احماء؟ لا طبعا، لازم تسخين. طب اذا نزل ايه اللي هيحصل له؟ ومعسكرات تدريب. ايوه، ايه اللي هيحصل له لو نزل؟ تمزق عضلي وهيتعب ومش هيقدر يعمل اللي هو عليه. هو ده بقى المعسكر التدريب في شهر رجب يا استاذه مياده، اللي هيتصل علينا دلوقتي وشايف اللي موجود على الشاشه دلوقتي، الابار الارتوازيه اللي بتعملها مؤسسه نبض الحياه،
هيتصل على 15740 ويقول يا جماعه ان شاء الله انا اهو انا اهو سريع الارقام انا اهو شغال اهو معسكر تدريب اعمل نفسك معسكر دلوقتي. ده الصحابه كانوا بيستعدوا لشهر رمضان قبلها بست اشهر انت استعدوا برضو. صحيح دكتور مصطفى زي ما حضرتك ذكرت مثال عن الست اللي جات وقالت انا هتبرع ولو بالقليل وربنا يهدي لي بيتي واولادي وزوجي. قد ايه الست في البيت هي المحفز وبتحفز الأسرة كلها وبتعلم الأولاد على الصدقات على أنه يتبرع على أنه يحط في الحصالة عنده مبلغ من المال علشان يديها للمحتاج. وقد إيه الست ديت لو شافت برضو ست زيها بتعاني أنه المية ما وصلتلهاش البيت وأن هي عشان تطبخ أو تفكر في الشتاء اللي احنا فيه ده تصحى بدري ساعة 5 المغرب، لأن أنا اتكلمت وأجريت حوار مع إحدى السيدات هناك من أهالينا في بني سويف قالت لي أنا كنت بصحى بدري جدا الساعة 5 الصبح وأخد أولادي ممكن أغيبهم عن المدرسة أو وأخد زوجي ساعات بيبقى مفروض يروح يشتغل ويروح الغيط لا أنا بياخده معايا عشان نروح نملى مية من بعيد جدا. أيوة طبعا. فهي وفرت معاناة، الست شعرت بمعاناة الست اللي زيها، فالأسرة كلها لازم إن إحنا النهاردة تشعر بمعاناة الست اللي بتتعب هناك والأسرة اللي بتتعب في الصعيد ونوفر لهم بقى حياة كريمة مختلف. هي أسر أكثر احتياجا. احنا ده بقى الملف اللي ماسكاه مؤسسة نبض الحياة. بنوصل لمين؟ بنساعد مين؟ أكثر إيه الفئات؟ محتاج. إيه الفئات؟ الأكثر احتياجا، العجائز، الفقراء، المساكين. شفنا أرملة اللي هم مش قادرين. حتى الست اللي حضرتك فاكراها اللي هي الست الفلاحة اللي هي عندها يا عيني 4 بنات وولدين صغيرين وهي اللي بتجري بتطلع الشغل علشان خاطر يعني توفر لهم كل حاجه، بتقول انا دلوقتي بطلع ب 40 جنيه، انا شفت منظر ايديها بصراحه ربنا حاجه تصعب، والله العظيم حاجه تصعب بجد، بتقول انا بقوم من بعد الفجر، بخرج من الشغل الضحويه اسمها الضحويه، بخرج منها قبل الظهر، برجع البيت انا شغال اهو من الفجر لحد الظهر، برجع البيت بدور على الميه، ادور بقى املى بقى جيركن 2 3 4، طب هغسل هدومي واغسل هدوم العيال وهطبخ واكل وشرب وطبيخ وايه ده؟ كل ده معنا. هي يا عيني اللي بتعاني، فبتقول طيب. انا نفسي ان حد من اهل الخير في شهر رجب الجميل ده ان شاء الله وانا نفسي نراها في شهر رجب الجميل ده نستغله ونجبر بخاطرها ببئر مياه مش واحده يعني بالله عليكم انا طماع بس الطمع في الخير حلوه يا استاذه ميادة طبعاً. انا عايز بدل البئر الواحده 2 و3 و4 و5 و6 علشان خاطر ما يقومش حد تاني ويسال. انا ان شاء الله بعد الفاصل لازم نتكلم مع حضرتك عن فكره جبر الخواطر لانه شهر رجب شهر جبر الخواطر. الله. الرسول عليه الصلاه والسلام جبر خاطره في شهر رمضان عفوا شهر رجب. فبعد الفاصل نتكلم دكتور مصطفى عن جبر الخواطر من خلال اعمال الخير. فاصل ونعود اليكم. عدنا لحضراتكم من جديد وفي شهر رجب لازم نكتر من الطاعات دكتور مصطفى العكريشي الداعية الإسلامية وكنا بنتكلم عن الأبار الارتوازية اللي احنا وصلناها لأهالينا في محافظات مصر وخاصة في الصعيد وجبر الخواطر بالصدقات انك انت تجبر خاطر ناس قد ايه كانوا محتاجين يشربوا مية نظيفة ما يبقاش قلقانين ولا عندهم شايلين هم انه يصحى الصبح تجمع ست البيت المية وتروح مشوار بعيد جدا عشان تجيب المية. فكرة جبر الخواطر بقى من خلال الطاعات وأعمال الخير وبالتأكيد هي مضاعفة في شهر رجب وثوابها مضاعف. جبر الخواطر يعني احنا بنقولها حتى كده بالبلدي جبر الخواطر على الله. أيوه. هم دايما كده يعني أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا يقولك ده جبر الخواطر ده على الله. دي عبادة جميلة جدا جدا احنا مش عايزين نغفل عنها في شهر رجب الجميل ده ونستغل شهر رجب الرائع ده في النفحات اللي فيه والبركات اللي فيه نستغلها في عمل الخير. اوعى حد من الساده المشاهدين دلوقتي يستقل اي فلوس معاه باللي تقدر عليه باللي ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك بيه. يعني خير دائم قليل دائم خير من كثير منقطع. لا انت اجعل لك في كل يوم كده اعمل برنامج كده مرن نفسك من دلوقتي استعد كده لشهر رمضان الجميل عشان ما تفترش همتك في شهر رمضان. استعد من دلوقتي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن شهر شعبان فقال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. شوف الاثنين خلاهم في مرتبة ايه واحدة وفي منزلة واحدة. عيش رمضان من دلوقتي رجب مضر رجب الخير عيش فيه دلوقتي. اتصال من حضرتك دلوقتي هيأمن. عجبني قوي يعني الاكسبريشن بتاع حضرتك اللي هو تعبير. التأمين التأمين أأمن لهم المية ان هو بعد كده خلاص بفضل الله سبحانه وتعالى انا رحمته من المجهود والتعب. عارفه اهم حاجه النفس الامان النفسي طبعا. ان هي تبقى راجعه من الشغل زي امنا الكبيره ديت العظيمه
اللي بجد لو انا والله بايدي اديها الام المثاليه والله في جريها وتعبها ده، انها اوفر لها بير ميه تحفظ لها بفضل الله سبحانه وتعالى كرامتها. ده قالت كلمه بجد جرحت قلبي، قالت انا جيراني من كتر ما بخبط على الجار ده والجار ده الشارع خلص يعني بتروح بتروح تخبط ده وتخبط ده وده بيعمل ايه؟ يعني مره تملاها والتانيه لا والكلام ده. كذا اسره يا دكتور مصطفى بيخدم شارع باكمله ان لم يكن بيخدم منطقه باكملها كمان. يعني البئر الوحيده ديت ممتازه جدا 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 جدا، بتحفظهم الاول وتحفظ وجوههم عن ذل السؤال. برضو احفظ وجهك عن ذل السؤال في شهر رجب الجميل. احنا عايزين كمان نقول لمشاهدينا ان احنا زرنا وشفنا ونزلنا مع اهالينا، وعايزينهم هم كمان يجوا معانا في مؤسسه نبض الحي يشوفوا انه كل خطوه بنعملها بنحتاج خطوه تانية. طبعا لا بنحتاج بير تاني في مكان تاني، احنا عايزين تفاعل. يعني مشوار لسه ما طويل، لسه الاسر اللي هي الاكثر احتياجا كتير. أيوه. جدا. يعني انا شفت والله يعني ست شايله بنتها على ايديها وراح تجيب ميه. طب بالله عليك يا استاذه مياده، معلش بعين العطف بعين الرحمه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، ورحمتي واسعه كل شيء. طب دي وهي شايله الجركن على دماغها وملياه وشايله على بنتها على ايديها، طب دي هتروح تيجي كم مشوار وبنتها على ايديها كده؟ طب لو سابتها في البيت ما هيبقى قلق نفسي؟ طبعا قلق طبعا. انت كده بتريح بالها. اللي عايزه يا جماعه، اللي عايزه راحه البال، انا جايه اقدم لكم النهارده اوكازيون، معلش بقى مع احترامي معلش، اوكازيون النهارده في شهر رجب، اوكازيون جميل جدا، اوكازيون الخير النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى باللي تقدر عليه. الفرصه لسه قدامك. كتير يا استاذه مياده بيقولوا ان الفرصه ما بتتكررش. لا، طول ما انت عايش الفرصه بتتكرر. الفرصه بتتكرر ولازم أن تستغل. بلاش تستغل، استثمر. لا تقتنص. أيوة. تقتنص الفرصه ديت يعني بالاسرع. ايوه اسرع بسرعه. ايوه، واسرع صدقه هي سقي الماء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسرعه للي محتاجين. طبعا. وسرعه ليك انت الاخر، انت الاخر يعني انت الاخر بيرجع ليك. امال ايه؟ محتاج امان. انت محتاج امان وطمانينه. امن غيرك اللي انت عايزه من ربنا سبحانه وتعالى. دكتور مصطفى، امن غيرك. وفي تبرع عبر البريد. طبعا يعني اللي مش والخط الساخن 15740. ربنا سبحانه وتعالى دلك على فعل الخير ودلك على طريق لفعل الخير، وربنا وفقك انك تتفرج على الحلقه دي النهارده. يبقى ربنا صفاك واختارك، ورساله جايه لك بس استقبلها مش بالاذان، لا بالقلب، وتفاعل معها. ما تبقاش كده، لا وتفاعل معها. طب مش قادر، مش قادر دل الناس على الخير. أيوة. انت مش قادر، لا دل غيرك على الخير. ويكفي حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت لا يصلون ويستغفرون على معلم الناس الخير. لو انت بتدل الناس، لو انت بتدل الناس على الخير، شوف بقى كل ده بيستغفر لك، كل ده بيطلب لك المغفره من ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه في شهر رجب الجميل. شهر رجب يا جماعه، يعني حضرتك ذكرت دلوقتي انه في دعوات من القلب ومغفره. ما نقدرش انسى ابدا اهالينا لما بيشوفونا واحنا بنوصل لهم، ربنا يتقبل من الحاج اللي بيتوضى بالميه وفرحان بيها، دعاء الناس هناك. فانا بقول لاهل الخير لما تسمع الدعاء بقى والناس بتدعي لك وتقول لك ربنا يبارك لكم وتزغريد والفرحه اللي موجوده هناك، بدعوهم طبعا انه يجوا معانا يوم يشوفوا اثار واسامي الناس المتبرعين بيبقى موجوده على اليافطه، على اليافطه اللي على البير. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني في ست هناك انا قابلتها من اسيادنا اللي الجمال جدا، لقيتها خارجه لنا واحنا رايحين، يعني بنقف على البير وبنختبر البير كده، لقيتها خارجه وكلها دقيق تخبز. كانت بتخبز جوه. أيوة. وخارجه فرحانه قوي وكبيره في السن، فرحانه قوي. قالت تعالوا، وراحت شدانا. عارف العجين اللي جوه ده؟ العجين اللي جوه ده من ميه البير اللي بره ديت. كل انسان دلوقتي بفضل الله، انا السعاده اللي شفتها في عينيها. أيوة. والله لا تقدر ولا توصف بمقدار. يعني تكلفه البير الواحده 35000 جنيه او باللي تقدر عليه، بيشمل الحفر والبناء اللي هو اربع حنفيات وموتور الميه وخزان سعته 1000 لتر. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني الخير كله جاي، وان شاء الله عش رجبا ترى عجبا ان شاء الله باذن الله. رجب ربنا يبارك فينا يا رب. اللهم امين. ويبارك في هذا الشهر الجميل ويبلغنا رمضان على خير ان شاء الله. شكرا ليك فضيله الدكتور مصطفى العكري. كل لحظه وانت طيبه يا رب. كل لحظه وانت طيبه. اشكرك. اشكر مشاهدينا، وان شاء الله دعوه النهارده ورساله للخير. استثمروا كل لحظه في شهر رجب استعدادا لشهر رمضان المبارك. ربنا يبلغنا رمضان على خير باذن الله. السلام عليكم.